عرفت ما مقدرش نخليك بحال هكذا. ما احسن تكوني مع العائله ديالك. غير قول لي وليدي الله يرضي عليك، قول لي. قالك شي احسن تكوني، احسن تكوني مع العائله ديالك، ولا بغيتي نعيط لك انا داك الساعه ونهضر معاك ما عنديش انا مشكل. عايز هذا الخبر هذا من الاحسن تناقشيه مع شي واحد. شنو دابا؟